السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الأستاذ ناصر الله حيد الدراج، قائد مدارس الجيل التميز في المملكة العربية السعودية، منطقة جيزان، محافظة الطريف. عقدنا شراكة مع مؤسسة الفنون المهنية لأعمال الحاسب الآلي، قرأت منطقة جيزان على إدارة المدارس الويب. تفرغنا صراحة بهذه الشراكة، قدمت لنا برنامج جميل جدا لتقديم العملية التعليمية بشكل مميز وواضح، وخاصة في هذه الظروف الراهنة. ساهمت في المؤسسة بتذليل الصعوبات على المعلم والطالب وولي الأمر. أخيرا أشكر هذه المؤسسة على ما قدمت وبذلت لإنجاح العملية التعليمية في المدارس. شكرا.